سفير، أهلا بك. أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية، الحالة النفسية التي تشعر بها في كل مرة تلتقي بها الجمهور، سواء كنت كاتبا أو مذيعا تلفزيونيا أو حتى في المرحلة الجديدة كعضو في مجلس الشيوخ. مرعوب. هل أنت تحب الأضواء؟ لا، إنما أنا ما بخافش إلا من ربنا ومن القارئ أو المشاهد أو المستمع. يعني نعم، لكنك لست صديق الضوء. يعني أصل الضوء اللي ما ياخدش باله منه نعم ممكن يخليه ما يشوفش خالص. الله. بتقيس العمر ازاي يا استاذ ابراهيم؟ بالنجاحات ولا بلحظات السعاده؟ لا، انا في رايي بالانجازات اللي بتقدر تعملها. الحاجات اللي تقدر تعملها هي دي الحاجه اللي تسعد الانسان. نعم. ومش شرط يبقى النجاح ده انك انت في الشغل، يعني في شغلنا في الاعلام مش شرط يكون كده، ممكن في اي حاجه ثانيه. ممكن يكون حد قال لي على حاجه بسيطه وربنا سبحانه وتعالى يعني مشيت فيها وربنا سهلها تسعدني. بأشعر ان حضرتك لك فلسفه في الحياه. لو سالت حضرتك السعاده بالنسبه لك في هذا التوقيت بتمثل لك يعني ماذا تعني السعاده الان في حياتك؟ هي سعاده ان كل واحد يعني في الوصل لاعلى درجات الرضا والقناعه. انا بعتقد بتبقى دي قمه السعاده، انك راضي وقانع بالله، وده شيء مهم جدا بالنسبه لي. نعم. استاذ ابراهيم حجازي، استطيع ان اقول انك شاهد على العصر. اذا استطعنا ان نعرض على حضرتك مجموعه من المشاهد ونسمع فيها وجهه نظرك يعني وتحليلك لها. اولا، مشهد تخرجك سنه 1967 من المعهد العالي للتربيه الرياضيه ودخولك الى صفوف القوات المسلحه. هذا كان عام الانكسار بالنسبة للشعب المصري. صف لنا هذا المشهد. أنا واحد من الجيل اللي كنا حاسين إن رقبتنا طايلة السما في الفترة دي، اللي هي الفترة الستينيات بقى، 65 و64 و66، حاسين بشيء هائل. نقدر نقول إن كان في الوقت ده يعني الثقافة والفن في أعلى مستوياته في مصر، يعني نعم. شيء فترة الستينيات منورة. فترة منورة جدا. نعم. وفجأة على خلاف ما كنا نعتقد جميعا حصل اللي حصل في 67، فكانت كسرة جامدة جدا الحقيقة. يمكن الكسرة ديت محدش أمنها من اللي أنا حظي كنت واحد من المحظوظين إن أنا دخلت الجيش على طول. أنا دخلت الجيش في 9 يناير 68. نعم. لأن أنا لما دخلت جوه ابتديت أشوف الدنيا حاجة تانية. وبعد فضل ربنا سبحانه وتعالى جيش مصر قوات مسلحة لها الفضل بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، أنا دخلت حاجة وطلعت حاجة تانية خالص. رغم أن أنا عشت أصعب ظروف ممكن أن الإنسان يعيشها، ظروف صعبة وضغوط نفسية صعبة وكل حاجة صعبة، إنما مش ممكن الثراء اللي كان في هذه الفترة، لأنك أنت عشت فيها كل حاجة بقى. أنت بادئ من انكسار وعمل بتعلى 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 لغاية ما توصل ربنا سبحانه وتعالى يدي الواحد العمر أنه يعيش اللحظة اللي قعدنا مستنيينها بقى. كنا في الاخر مستنيين عايزين الحرب دي بقى، لان خلاص ما عادش يعني ما عادش في صبر اكتر من كده. نعم. فالمؤكد ان دي فتره عظيمه جدا، الواحد شاف فيها كل حاجه والواحد اتعرض فيها لكل حاجه. تعلمت فيها ايه يعني؟ تعلمت الانضباط مثلا؟ لا، كل حاجه، الانضباط والنظام والالتزام والقياده وان ما فيش مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل، انا شفت ده بعينيا. ما هو انت الاخر الحرب اكتوبر دي بتقول انك المستحيل ده وهم. نعم. وده اللي بيصنعه وهم بيعيش فيه الضعيف.